أخواتي سلام الله عليكم، مرحبا بكم في واحد الشقة للمساحة ديالها 112 متر مربع، كتواجد فجر النصر جوج، مدينة حد سوالم، قريبة جميع المرافق. شقة فينيسيون ممتاز ورائع، جوج ديال الواجهات، ثلاثة ديال الغرف صالون وجوج ديال الحمامات أو مطبخ. تبارك الله، شقة شهادة لله، زعما المواصفات اللي فيها لا من ناحية الفينيسيون ولا لاباز ديال الخدمة، كلهم يعني إتقان، يعني بشهادة ديالي كواحد من الناس اللي قراب من هاد الميدان ديال العقار. شقة مواصفات رائعة، يعني ما محتاج نشكر لكم، لحقاش هذاك الشيء اللي كنهضر عليه باين واضح من خلال داك الشيء اللي كنصور لكم الان. صراحه كيشرفنا اننا كنقدموا لكم شقق اللي كتكون فيها مواصفات جميله. البداية ديال الشقه ديال الدخله ديالها هو هذا الباب بلاندي ديال تركيا، اللي دائما كنقولها هاد البيبان ديال تركيا كيجمعوا ما بين الديزاين والامان، ما شاء الله باب بلاندي. بخصوص الملكية المشتركة، رخام بصمانو إينوكس ما شاء الله، تبارك الله. شقة رائعة، سعدات اللي غادي تكون من نصيب ديالو. بخصوص الثمن ديال هاد الشقة، فهو في حدود 74 مليون مع إمكانية التفاوض. مازال عندنا في هاد الموبل عندنا فيه جوج ديال الشقق، وحدة بالطابق الثاني وحدة بالطابق الثالث. بخصوص اللي في الطابق الثاني هي اللي كنصور لكم الآن دابا، الثمن ديالها هو 76، أما بخصوص هو 74، أما بخصوص الشقة اللي جات الطابق الثالث هو 73 مليون. شقة واخدة حقها في الصلاح. بالنسبة للطواليت سيسبوندي كيفما كتشاهدوا لاشاز ديالها، عندنا الفاسك وعندنا المرآة. وتحية للناس اللي كيشاهدوا الفيديوهات ديالنا وكيتفاعلوا معنا، ونتمنوا اللي أول مرة كيشاهد الفيديوهات ديالنا يشترك معنا ويتفاعل مع الفيديوهات. مطبخ ما شاء الله، مطبخ مساحة كبيرة، اللهم بارك. خدمة متقونة، بلاكارات الفوق والتحت، بلاكارات بليزيطاجير ماشي بلاكارات صنادق، تبارك الله كاين بلاكارات فيهم ليزيطاجير. عندنا تريو ما شاء الله كيف ما كتشاهدوا، وعندنا الفرن وعندنا لاهوت كيف ما قلنا لكم. بلاكارات عندنا فيهم ليزيطاجير، ميلونجور نوع ممتاز، هاد النوع ديال لي ميلونجور انا عندي عليه واحد الفكره، تقريبا البري ديالو في السوق يدير تقريبا واحد 700 حتى 800 درهم. بالنسبه للرخام النوع الاسود ما شاء الله، الحيوط مزلجين ماشي سباغه، زلج حتى للسقف،
زليج بواحد اللون يعني ما شاء الله رائع. اللهم بارك. قربكم من الزليج نسبيا. بالنسبه لزانتيريكتور ديال الضوء كلهم نوع ممتاز. الانترفون ان شاء الله. عندنا الغرفه الاولى جات على هذا الشكل، فينيسيون ممتاز، مساحه كبيره تبارك الرحمن ما شاء الله. عندنا الغرفة الثانية اللي هي غرفة النوم بالحمام ديالها، وعندنا الشرجم من أجل الإضاءة والتهوية. عندنا البلاصة ديال لافابو هنا مازال مرتباش. عندنا بلاكار ما شاء الله كبير. عندنا البالكون، الباب ديال البالكون، وعندنا كذلك الشرجم هاد البيتجا شوكة جوج الواجهات. وعندنا الغرفة الثالثة حتى هي عندنا فيها بالكون، هذا هو الباب ديال البالكون. وعندنا البلاكار، بلاكار ما شاء الله أربعة البيبان اللهم بارك. بالنسبة للأبواب كلها جات على هذا الشكل، البيبان نوع ديال العود نوع جيد ما شاء الله. عندنا الصالون اللي بديت لكم التصوير منه في الاول، صالون بمساحه كبيره ما شاء الله. الارضيه كيف ما كتشاهدوا ارضيه مخدومه مزيان بواحد الشكل اللي ممتاز كامل، واحد اللمسه جميله يعني السامبل كما كيقولوا السهل الممتنع اللي هو السامبل، صباغه اللون الابيض ما شاء الله، يعني كاين الاتقان وكاين خدمه متقونه. الناس اللي بغاو يتواصلوا معنا الارقام ديالنا هي 0766 78 12 او 0600 31 72 17. كنجاوبوا على جميع الرسائل وحتى المكالمات. اخواني الى هنا ناتي على نهايه هذا العرض، نتمنى ان شاء الله نلقاكم بصحه جيده وفي عرض جديد ان شاء الله. دمتم في حفظ الله ورعايته، الى اللقاء.